السمنة المفرطة خطأ جسيم جدا لا يقل خطأه عن بعض الأمراض اللي مش تمام، مفيش داعي للتفسير. ولذلك يجب من بيتنا تكون هناك ثقافة غذائية، ناكل ايه ونسيب ايه، وامتى ناكل وامتى ما ناكلش، ايه الحاجات اللي ناكلها والحاجات اللي نتركها. الحاجات دي كلها مهمة جدا. ما بقولش ما تتغذاش، بقول اتغذى الغذاء الطبيعي والعادي واستفيد منه في حدودك. ليه؟ لان ممكن قوي ان انت الاكل طول ما انت قاعد بتتكلم عن الاكل، يا سلام انا رحت المكان الفلاني وكلت فيه مش عارف ايه، ورحت المكان العلاني ولقيت عندهم مش عارف ايه. الكلام ده كله كلام غريب جدا، بيبوظ الثقافه الاكليه او الثقافه الغذائيه للانسان. ولذلك يجب تجنب هذا تماما، ان احنا من الاول خالص ناكل في مواعيدنا، بين الاكلات ما يكونش فيه اكل تاني. خد البونبونيه دهيا او الحلواية دهيا، دي هي دي اللي هتسمنك، دي مش مهم، لا هتسمنه البونبونيه الصغيره دي او ازازه التزييف الصغيره دهيا تعادل رغيف او اثنين او ثلاثه، مع ان حجمها صغير، انما كميه الكالوريز اللي بتديها يديها رغيف عيش. عزيزي المشاهد، أحذرك من أن تهمل أعراض البولية أو الاستهتار بها. وأذكر وأذكر أهم الأعراض البولية التي يجب عليك ألا تهملها تماما، وتبادر باستشارة الطبيب المختص إذا حدث وجود نقص الدم في نهاية البول، أو شعرت بوجود رائحة غير طبيعية كريهة مع نزول البول، فلا تتوجه، وأحذرك من أن تتوجه إلى أقرب صيدلية لتناول شيء من الفوارات الأملاح الفوارة، أو تسأل صديق وتأخذ مثل ما أخذ. قد يكون مرضك في الأول في الجهاز البولي الناتج من هذه الأعراض مرض بسيط جدا، ويمكن التعامل معه ببساطة، ولكن إذا أهملته أو استهترت به أو أخذت علاجا غير ملائم يؤدي ذلك إلى حدوث مضاعفات قد تكون صعبة العلاج وقد يكون نتيجتها سيئة. عزيزي المشاهد، أحذرك من أن تهمل وجود الدم في البول أو وجود رائحة كريهة مع نزول البول.